خليني يعني وانت بتتكلم استحضرتني آية في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 مكتوب إذ هو يعني الله يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنه. يعني اللي لفت انتباهي من خلال كلامك انه الآية موجودة صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. بالضبط. وده كمان الرسول بولس ما كانش عنده المعلومات الجينات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لكن هو عارف من الوحي الإلهي ومن الكلمة الإلهية الصادقة ومن المعرفة الحقيقية ان من دم واحد صنع الرب كل ده. وزي ما قلت لك لما عملوا الخريطة الجينية للعالم كل البشر لقوا ان كلنا جنس واحد، ما فيش حاجة اسمها اجناس على فكرة، هي مجموعات بشرية مختلفة وكلنا عندنا 46 كروموسوم دول بتوع البشر. طيب طبعا في ناس عندها امراض واختلافات بس ده موضوع تاني مش عايز ادخل فيه دلوقتي.